أطعمة بتفسدها التلاجة. في كتير من الأطعمة لا يجب وضعها أو تخزينها في التلاجة على الإطلاق، لأنها ممكن تفسد العناصر الغذائية اللي بتحتويها الأطعمة دي، وكمان بتغير لونها وبتغير كمان مذاقها وبتصبح ضارة وبتسبب في حدوث العديد من الآثار الجانبية على صحة الإنسان. طب إيه هي الأطعمة دي؟ قال لي الطماطم مثلا من الأطعمة اللي لا تخزن في الثلاجة، ما ينفعش تخش الثلاجة. كمان العسل والثوم والمكسرات والبطاطس والبطاطا والخبز والباذنجان والأفريكادو والموز كمان بيحتاج لدرجة حرارة الغرفة، لأن وضعه في الثلاجة بيساعد على سرعة نضوجه وبالتالي ظهور اللون البني عليه في الخارج أو من الخارج. عشان كده الأطعمة دي ما ينفعش إن احنا نحتفظ بيها داخل الثلاجة.